عودة مرة أخرى إلى نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي وإلى تطورات الحرب في سوريا. فقد أعلن مسؤولون أمريكيون أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيجتمع مع كبار المسؤولين الأتراك في أنقرة هذا الأسبوع لإجراء محادثات قد تكون حاسمة بشأن معركة مدينة الرقة السورية في سياق متصل استعادة الجيش السوري السيطرة على بلدة كوكب في ريف حماة الشمالي. دكتور مدحت، هو السؤال المباشر، الأكراد دخلوا الأوراق اللعبة أو دخلوا المعركة السياسية بالنسبة لسوريا وخرجوا مرة أخرى ثم عادوا للظهور في المعادلة، كيف تقرأ وجودهم؟ يعني هي وحدات حماية الشعب الكردية تعتبر العمود الفقري للجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية. الحقيقة موقف الأكراد الأخير بيتطور مع تطور الأحداث على الأرض، يعني حتى ده نقرأه حتى في سياق يعني تصريحات وخطاب ديمسورا اليوم. ديمسورا أعلن على فكرة أن المبعوث الأممي أنه هو سيغادر في الشهر القادم، وحسنا فعل الحقيقة لأنه هو أداؤه الحقيقة لم يكن مشجعا. لكن هو قال إيه؟ وجه الخطاب لروسيا وإيران وتركيا بأن عليهم أن يحلوا الأوضاع، وعليهم حلحلة الأوضاع على الأرض فيما يتعلق بالوضع العسكري، ويطالبهم بجولة أخرى من مفاوضات أستانا. الوضع السياسي أو المسار السياسي يسير في محادثات جنيف بالوتيرة المعتادة، لكن الوضع العسكري في الأرض يتطور بسرعة شديدة جدا. معروف حساسية الأتراك من أي نفوذ كردي في الشمال، وهذا أمر بالنسبة لهم حاسم جدا. هذا الموقف قد يفجر صراعات كثيرة جدا بين الطرفين الحليفين أو المعتادين الأمريكي والتركي، فدي هتبقى مشكله كبيره في الفتره القادمه، لان احنا يعني ما صدقنا نفهم التحالفات ماشيه ازاي ونستقر عليها ونحاول نطلع منها بهدنه، فالان هذه التحالفات بدورها تتكسر من جديد، فكيف تحسم هذه الصراعات في الفتره القادمه؟ الان يتم تدريب قوات شرطيه وقوات كرديه من اجل الحفاظ على الرقه. احتياجات تطورات الوضع على الارض محتاجه للتدخل الكردي، واعتقد ان ده هو العنصر الهام حاليا للحسم قبل ان تسير محادثات جنيف في مسارها الطبيعي.